الشام الشهير الجنوبي بجواب، ولم نستطيع ان نحط هذه الجثه. ذهب مشاة لمده 10 كيلو لكي يستطيع ان ينتشل هذه الجثه وياتيها الى هنا. والله اننا صامدون، والله اننا صامدون، والله لو ترى يا معمر لعيون هذا الشباب لتعرف ان النصر قريب وان لنهايتك قريبه ان شاء الله. ان شاء الله يا ظالم يا قاتل، جثث لا اله الا الله نريد ان ننتشل، لا نستطيع. ما هذا الكفر يا لا اله الا الله؟ نريد فقط جثه يا لا اله الا الله. الا اكرام الميت دفنه، اتركونا اتركونا، لا اله الا الله اتركونا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل لبيك يا رب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر يا رب، يا رب، الله اكبر. I can't speak. بالنسبة لي أنا نقول اللهم انصر هؤلاء الرجال، وإن شاء الله تحرر البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله معمر طالع من ليبيا غصبا عنا، يحب والله يكره. يقول علينا رجال، يقول علينا زرغان، ويقول أنا رجل لي بيدي بندقيتي، إن كان رجلا فليخرج إلينا. وقت كارز هو مثل زرغان تحت الأرض، ولا نحن إلا الله سبحانه وتعالى هو من يطلع من كل مكان. بإذن الله يطيح النظام الفاسد الفاسق هذا بإذن الله. ربي معك يا شيخ، ربي معك، ربي معك يا شيخ. جايبين غادي صوماليات ومعتديات قاعدة جوا، وجايب مرتزقة وسكين وحشيش وقلة أدب جوا، لكن خشوا عليهم نحن الكفرة. إن شاء الله أروهم. إن شاء الله. والعلم واحد يستشهد العلم هذا. أنا عطالية أمانة. ربك أعطاني عمر وعلقته باي. اخويا يعني العالم هذا ما وين عنقوه. باذن الله يتعلق، باذن الله يظهر الاطفال. قوم الجردان يطلعوا له من كل مكان. لا اله الا الله محمد رسول الله.